المكان اللي يهمك المكان حتى تلك هنحل مشكلتك والعلمة كتير منك شكلك عندك حاجة كده تحرق دمك راح يتكلم عنها مرمطر كبير. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج هموم الفتيات. حلقة النهارده معانا موضوع مهم جدا، واحنا طبعا في كل حلقه من برنامجنا بنناقش مشكله او هم من هموم البنات. الحقيقه احلام البنات يعني بيقابلها او بتصطدم بالواقع، يعني كل بنت بتحلم بحاجات كتيره، ولكن الظروف او الواقع يعني بيبقى يعني يخفي اشياء غير اللي البنت مستنياها. هدي مثال صغير كده، مثلا بالنسبه لموضوع الزواج او الجواز، البنت طبعا بتبقى مستنيه هي عايزه تتجوز شاب وسيم فتى الاحلام اللي هو جاي وراكب حصان. هو طبعا ما بيجيش الفارس بس بيجي الحصان بس، يعني وهو ما بيبقاش حصان كمان، يعني حتى لما بيزعل مامتها بتقول لها انت عملت ايه للحصان. طبعا كلام كبير وكلام كتير النهارده، وهنناقش مشكله كبيره النهارده. عشان كده اسعدنا ان نلتقي، هرحب بضيوفي دكتور محمد السيد خبير التنميه البشريه والقدوة الذات. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك الساده المشاهدين. اهلا بيك يا دكتور. ومعانا نموذج للفتيات او للبنات في سن 19 سنه، صح؟ معانا نعيمه حسام. اهلا بيك يا نعيمه. اهلا بحضرتك. انا هبدا زي ما ببدا في كل حلقه، بناخد الموضوع من الاخر للاول. هبدا مع نعيمه. اتفضلي. انت طبعا سن 19 سنه او 20. عايز كده تكلمينا عن احلام البنات. كل بنت طبعا ليها احلام كتيره وبتحلم بيها، وخصوصا يعني احنا ذكرنا منها يعني جزء بالنسبه للجواز وكده. طبعا البنت بتبقى عندها احلام، ولكن الواقع بيبقى مختلف. هل بيبقى في صدمه ولا فعلا الاحلام يعني مطابقه للواقع واحنا بنتكلم في كلام مش موجود يعني؟ لا اكيد، يعني البنات بتبقى احلامها بسيطه، بس للاسف الواقع كمان بيصدمها في احلامها البسيطه. يعني مثلا هي بيبقى بتدخل كليه كويسه وكده، بتبقى عايزه تطلع تلاقي واحد كويس، عايشه كويسه احسن من اللي هي عايشاها، حياة عادية بقى، ويعيش الثبات ونبات ويخلف صبيان وبنات، واللي هو بقى زي الروايات والقصص اللي هم بيسمعوها. طبعا بتلاقي حاجة كده باين من الكحة. ايوه، بتلاقي حاجة كده غير الواقع خالص خالص، ولكن بتبقى رسمة خيال. هل يعني رسم الخيال ده هي مش، طب ما هي عايشة في الواقع وشايفة المشاكل وشايفة الظروف، ولكن يعني الروح ما هي يعني بتشوف الحياة اللي هي شايفاها دي، واللي هو لا بقى انا ان شاء الله لما اكبر اكيد بقى هبقى احلى وهعيش حياة افضل، وهلاقي يعني عايزة بقى اللي هو احنا دلوقتي مش عايشين كويس، لا بس انا ان شاء الله لما اكبر حياتي هتكون احلى، مش عايز زي ما انا عايشة دلوقتي، يعني هتطلع للافضل. كمان يعني اغلب السن دلوقتي بيقرا بقى روايات وقصص ويعني حاجات بقى وروميو وجولييت والحاجات دي، فبقى تبص تلاقي نفسها تتجوز يعني حاجة، بتلاقي حاجة تاني خالص زي اتفاهمين. يعني كلام اللي انا قلته موضوع الحصان بس اللي بيجي ده هو تمام. دكتور محمد. دكتور محمد طبعا حصان احنا بنتكلم عنه اللي بيجي لوحده ده. عايزين نتكلم يعني البنت ما بتبقى عايشة في الواقع وبتبقى مثقفة وبتدخل بتكون في الكلية وعارفة وعلى دراية بالواقع، ولكن بتحاول تعيش في خيال هي يعني بتصنعه لنفسها عشان تطمن، لكن بنيجي بقى في مرحلة معينة بيكون الموضوع مختلف تماما. فعايز حضرتك كده يعني هعلق على الحرب دي. الأول برحب بحضرتك السادة المشاهدين. تعال نشوف الأول يعني إيه حلم، والحلم ده جه منين، وبعد كده نشوف هيعمل حادثة في الواقع إزاي. الحلم الأول بيجي من مجموعة من الأفكار. الأفكار دي عبارة عن نشاطات ذهنية، صور بتاخدها البنت من ماماها باباها ومامتها، من العائلة، من المحيط، من بنت خالتها اللي اتزوجت، من القصص، من الروايات، من المسلسلات، وبتبدأ تكون مفهوم. المفهوم ده بنسميه احنا في علم التنمية البشرية المفهوم الذاتي. خدت تكوين عن ذاتها صورة معينة، ولما خدت الصورة المعينة دي مقابل الصورة دي في مرآة تانية، المرآة التانية اللي احنا بنسميها الحلم. نعم، اللي هي بتشوف نفسها فيها، بس لما بتبص في المرآة دي ما بتشوفش شخصها هي زي المرآة الحقيقية، بتشوف الوجه المقابل اللي هيكمل الصورة دي. وطبقا للصورة اللي هي رسمتها لنفسها من الافتخار بالذات، الإعجاب بالذات، النظرة
الثقة الطمأنينة ان هي حاسة من نفسها عالية وكل الصور زي كده، فبدأت ترسم المفهوم بأعلى ما يمكن في كل سيناريو سمعته، سواء السيناريو ده مسلسل او رواية او حكايات الاقارب والاصدقاء، بدأت ترسم افضل سيناريو ممكن كنموذج بشري هيرتبط ده في يوم من الايام، ده تحديدا في موضوع الزواج. فاول ما بترسم النموذج البشري دوت بيحصل حاجة بنسميها الفجوة. الجاب. الفجوة دي لما حصلت دي اول نقطة للتعثر بالاصطدام بالواقع. بمعنى ايه؟ البنت دايما هتعرف عن بنا هوس دلوقتي بموضوع المسلسلات التركي او غيره، فبتبدأ ترسم شكل معين بشعر معين بعين معين بطول معين بقاء كل الحوارات اللي زي كده بالضبط. وفي نفس الوقت بتبدأ ترسم طبقا للمطابق للي موجود طبقا وبعدين كل ده تبدأ ترسم في مخيلتها باضافات اخرى شوية اكسسوارز ثانية هي بالنسبة لها اساسيات. رأس المال، علم، وجاهة، عائلة عريقة، مكانة اجتماعية، باكج كبيرة قوي من الطموحات الكبيرة. وفي الواقع دايما كان احد الادباء جميل قوي يعني يقول كلمة جميلة، يقول بحثت عن المرأة المثالية فوجدتها، لكنها وجدتها تبحث عن الرجل المثالي. نعم نعم وصلنا لحضرتك ازاي؟ نعم احنا عندنا حاجة جميلة جدا ولكنها احنا بنصنفها على انها مرض. مرض بنسميه مرض المثالية. نعم مرض المثاليه. الشخص كمان يعني مثلا تقول اللي بيطلب المثاليه هو مش مثالي اطلاقا. لا يوجد انسان في على وجه الارض مثالي. نعم اقرب المثاليه ممكن بيحاول يصل لافضل صوره ممكنه، افضل تصرف بشري جايز في نيته يبقى مثالي بالضبط. نعم. بس عشان يحققها احنا بشر. نعم. اعتقد صعب، ما فيش حد كامل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا دايما بنقول ان الصوره لازم تكون في ميزان الواقع، واحنا رسميه ماسكين القلم كده وبنرسم البورتريه اللي احنا بنسميه الحلم. نعم. واحنا بنرسمه لازم اخد الالوان من الواقع. نعم. عشان تطلع الصوره حقيقيه مؤهله ان في يوم من الايام نشوفها. وده اللي غالبا ما بيحصلش. ليه؟ احنا عندنا حاجه بنسميها الهروب من الواقع الى الذهن. يا نهار ابيض. تعالى نفسرها. تعالى نفسرها بطريقه سهله خالص عشان الكلام ما يبقاش كبير علينا. يعني ايه هروب من الواقع؟ لما واحد يجي ساكن في منطقه شعبيه. ودخل ضعيف جدا وخريج دبلوم متوسط وكل الامور بالنسبه له اما عاديه او تحت العادي بشويه كمان. نعم. وبعدين وهو بيتفرج على المسلسلات والافلام وبيرسم صوره بيتخيل افضل واحده ممكنه بافضل جمال ممكن باعلى امكانيات ممكنه بافضل مستوى اجتماعي ممكن بوسط هيعيش في المستقبل ممكن. ايه اللي حصل؟ ان هو هنا هرب من الصوره الواقعيه اللي هو فيها بالضبط. نعم. بصورة خيالية مش مستحيل ان هي تتحقق، بس في نفس الوقت مش من الوان الواقع. مش من الوان الواقع. فبيكون فرصة الحصول على الاحباط في المستقبل اكبر من فرصة حصوله على الانبهار وتحقيق الهدف. ده كلام جميل جدا، وهو ده للأسف كل الشباب بتوع وكل البنات بتوع في الموضوع. طب نعيمة، احنا نتكلم بالنسبة لطموحات البنات. طموحات البنات للأسف الشديد احنا عايزين نتكلم بقى عن زمايلك. تكلمينا اكيد عن زمايلك وتفتنينا كده، مش يعني تعرفي الساده المشاهدين يعني البنات بتفكر ازاي، يعني عشان الدكتور يعلق عليه ويقول التفكير الصحيح يبقى ازاي. كل البنات طبعا عايزه الولد يكون ماديا، والامهات والابهات في البيوت بيبقوا في يعني ستريس او في بيضغطوا على البنت في ان هي لازم تكون الولد او الشاب اللي تقدم لها يكون كل حاجة ماديا، هو التدين هو يعني ماديا كويس يبقى متدين كده. فانا عايز يعني تقولي للبنات بتفكر ازاي. هي البنات يعني برضو مش احلامهم مش جامدة قوي يعني. بس هي المشكلة اللي بيحصل بيبقى حاجات مخلصة بعضيها. يعني واحدة مثلا ممكن تكون في كلية عالية وكده، فبتحلم ان هي تاخد واحد في كلية مناسبة ليها. تكتشف مثلا قدم لها واحد يعني مستويات تعليمي اقل منها تماما معاه، مثلا ممكن ما يكونش معاه جامعة او كده. فاللي هو مثلا يتقدم لها طبعا اكيد يعني لما واحدة تبقى في كلية عالية وتقدم لها كده فاكيد هتتصدم. كمان مثلا ممكن يكون جاي لها واحد مثلا هيقعدها في مكان مثلا مع اهله وعيلته مش عارفه ايه وكده، فبتكتشف انها بعد كل اللي هي كانت عايشه فيه ده مثلا تقعد في اوضه او في حاجه مكان بسيط او كده. فتلاقي مثلا واحد معاها بيتقدموا بالشكل ده، فيعني هتتصدم. واحده باباها صارف عليها ومدخلها كليه كويسه وكده، وفي الاخر كل الاحلام دي تبقى كل الاحلام دي تتكرر. طب نعيمه، ما فيش اي قصه
تقوليها لنا حصلت لواحده مثلا سمعت عنها زميلتك خدت بالك، او حد من بعيد تقول لنا مثلا قصه وحصلت فيه او صدمه بالواقع. انا كان عندي واحده صاحبتي كانت مخطوبه، المشكله بقى ان خطيبها يعني هو المفروض ان هو يعني كان مع يعني هو كان في مهنه كويسه وكان فاهمه بقى ان هو يعيش في مكان كويس ويعني بعيد عن اهله وهو هيبقى دخله كويس، يعني هتعيش بقى زي ما هي مستعده بالظبط. بدات بقى لما الموضوع بقى يدخل في الجد والموضوع يقرب بقى وهيجي يشتري العفش ومش عارفه ايه وكده، قال لها استني بقى شويه. يعني انا كنت بقوله لك ده يعني كان شويه كده دلوقتي نعرف نعم. دلوقتي بقى هتعيشي مع اهلي في مكان في قريه وهتسيبي الجامعه دي خالص ومفيش شغل وتقعدي بقى مع اهلي وتخدميهم. كملي كمان خدمه مش هو بس. المشكله ان هي يعني كلمه ان البنت تخدمهم هي يعني مش مشكله ان هي تروح وتخدم الناس زي اهلها. نعم. بس المشكله بقى تيجي تخدميهم اللي هو انا يعني. يبقى الكلمه نفسها يعني لغرض الخدمه مش لغرض طيب كلام من نعيمه الدكتور محمد على طول. نعم. يعني هو ابننا على طول كده صحيح. هو هنا بيبقى في خلل شويه مش في الحلمه بس، خلل في اجراءات البناء نفسه. بمعنى ان لا يوجد انسان يخضع 100% او لا يوجد انسان يصيب 100%. لكن الانسان دايما لما هي بتكون نفس النموذج اللي نعيمه قالت عليه ان واحده وداخله في زواج او غيره وتصطدم بحاجه زي كده، اذا دور الاهل كان غايب شويه في التحري عن الامر، تسكن فيه باي طريقه في اي وضع او غيره، لان دي الخطوات العمليه في البناء الزواج نفسه في حد ذاته. فاعتقد كان في تقصير شويه في التحري. طب ممكن الشاب يجي يعني. وارد، لكن اقول لحضرتك حاجه، الكذب دايما ملوش رجلين مع الوقت، ودي من ثمار فتره الخطوبه. نعم. الخطوبه دايما معموله عشان كده، الاثنين يتعرفوا على بعض، التعارف المؤهل ان الحياه الابديه تفضل معاهم مع بعض. نعم. لان الزواج دايما مبني على التقبيل وليس على التأقيت. الانسان بيتزوج مش بيتجوز شهرين، لا بيتجوز للابد لكل الحياه. نعم. فدايما الامور الاسلام عمل لنا الخطبه عشان خاطر في الفتره دي كل مميزاتنا وعيوبنا تتضح، كل واحد بيبان على حقيقته. بالظبط. الحاجه اللي هرجع لنقطه ثانيه وهي نقطة اللي اتكلمنا عليها قبل كده، مرض المثالية. لا يوجد إنسان مثالي ولا إنسان مثالي على وجه الأرض. لكن يوجد حياة متزنة. يعني إيه حياة متزنة؟ أنت عارف حضرتك الأصابع الخمسة، لو أنا عندي يدين وكل واحدة فيها خمس أصابع، لو قابلت كل صباع تلاقي فيه فجوات وفي أصابع مش هتصل. لكن العلاقة لما بتكون متباينة إن كل واحد بيكمل الآخر، بتكون الحياة نفسها أقرب للمثالية. وده الاساس. احنا دايما نقول للناس ايه في العلاقه الزوجيه، في قاعدتين، في قاعده بيسموها قاعده تي، حرف التي، وفي قاعده بيسموها حرف الاتش. نعم. واخد بقى حرف. انا هفسرها ببساطه. لو جينا نقول ادي حرف التي معمول كده، ده حرف التي، باين للناس في الكاميرا وباين لحضرتك ان ده حرف التي. نعم. في شخص متكئ على الاخر تماما. الشخص ده لو راح ده وقع. نعم. وزي دايما تلاقي ازمه واحد في حياته ايه؟ انا كنت خاطب واحده وسابتني. كانت العلاقه ما بيننا حاجه زي هي دي صح. او العكس، انا اتدمرت ليه؟ ده كنت بحبه بقالي 10 سنين مش عارف. العلاقه تي. لكن العلاقه اللي حرف اتش الاثنين واقفين متزنين وفي اتصال بينهم. نعم. اللي هم العشره الطيبه والاولاد والعلاقه الدينيه والاسريه والموده والرحمه والحاجات اللي زي كده. اذا راح واحد لا قدر الله بسبب او باخر او بانفصال او بموت او باي سبب من الاسباب، يبقى الاخر شبه متزن. نعم. تفضل حضرتك. نعم. فدي العلاقه الزوجيه اللي احنا بنقول عليها، دي مش المثاليه ولكن الاقرب للاتزان، الحياه تقوم على الاتزان لا تقوم على المثاليه. ممكن. نعم. ولذلك دايما نفرق، يا ريت نفرق ما بين الاتزان والمثاليه. نعم. احنا دايما نقول عشان تعيش متزن، انا عندي قصور فباخد اللي يكملني في القصور. نعم. والطرف الاخر عنده قصور فباخد، فبنبقى زي البنيان المرصوص. نعم. كل واحد بيسد ثغرات الاخر وبالتالي الحائط بتاعنا بيكون العمليه دي جيده. صحيح. ولذلك هو القاعده هنا نقول الحياه الزوجيه تكامل لا تضاد، مش انا وانت، انا معايا وانت ما معكش، انا اعلى. نعم. وانت اقل. انا هي مش تكامل، قال التكامل. نعم. كل واحد بيكمل الاخر في. نعم. كل شيء. نعم. طب نعيمه طبعا احنا بناخد منك وبنقعد بقى ايه نتكلم في الكلام يعني ونفحص ونتكلم. طب نعيمه الام والاب ليهم دور كبير
مش عارف بقى في افراح البنات ولا هموم البنات، لان في امهات لما البنت توصل الى سن الزواج بتبدا تقول لها المفروض تتجوزي، ده زمايلك كلهم اتجوزوا، المفروض يعني تحاولي كده بنتي، يعني بتبقى عايزه عريس وخلاص. الام والاب ساعات يكون الاب هو الطرف ده، وساعات يكون الام صبوره شويه، وساعات يكون الاب على حسب الاسره. فعايزين كده تحكي لنا البنت يعني كم الضغوط والغلب طبعا اللي بتتعرض له البنت في هذه المساله، عشان الامهات والابهات يخدوا بالهم من الكلام ده. هي الحقيقه هي انا بشوف ان هي مشكله مجتمع عندنا، لما البنت تتجوز اقل من 18 سنه كله يعني بقى مشكله وجواز قاصرات ومش عارفه ايه وايه وايه، مع ان البنت اول ما تعدي 18 كله بقى لازم تتجوزي، ولما اتجوزتي دلوقتي السن هيمشي بيكي وهتعنسي ومش عارفه ايه. فانا شايفه ان البنت على طول اصلا مضغوطه، يعني اول ما بتعدي 18 سنه بتبقى لسه اصلا في الجامعه، لازم تلاقي صاحبتها دي اتخطبت، صاحبتها دي كتب كتابها، لازم تتجوزي. والبنات بقى معلش خلينا نتكلم برضه كلمتين في النص كده، البنات ما بينهم وبين بعض بيبقى في نوع من انواع الغيره، ولا في نوع من انواع اللي هي ايه دي اتجوزت بدري الله يعينها؟ لا 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 عندنا البنت لما بتتخطب بقى خطيبي جاب لي مش عارفه ايه تبدا البنات الثانيه لا، وهي اصلا بحس ان في بنات تبقى قصدها، يعني في بنات مثلا تلاقيها قولي يا نعيمه قولي في ناس تلاقيها عارفه مثلا خطيبي جاب لي كذا انا عملت كذا، وتقعد تعمل تكاتل مبهدلين بعض وكده والكلام ده، وتعملوا لك ورد وكلام من ده. بقى تقعد تقول خطيبي خطيبي اصلا تبقى مش طايقه تكلمه، بس عايزه تغير صحابها وخلاص. فبتبقى مشكله اصلا، يعني البنات بحس ان هم عايزين يتجوزوا خلاص عشان هو ده عشان اسرتهم، ولا عشان هم عايزين يتطلعوا لاستقرار وحياه افضل، ولا عشان الاسره؟ عايزين نفرق. هو بيبقى في ضغط شويه من الناس اللي حواليكي، اللي هو كل الناس تتجوز، فاللي هو الشيء الطبيعي ان انا خلاص هتجوز عشان ده شيء طبيعي. هي مقتنعه؟ لا في الغالب بيبقى لا، بيبقى مش مقتنعه. طب تتجوز عشان هو ده الشيء الطبيعي؟ يعني كل البنات اللي بتتجوز في الفتره دي كلهم معظمهم الاغلبيه العظمى فيهم تتجوز عشان يعني ده الشيء الطبيعي، ان هي زي ما دخلت جامعه يبقى لازم تتجوز بعد فتره الجامعه على طول، او فيها او في فتره الجامعه بيبقى ان هي لازم تتجوز، فاللي هو تتجوز بقى. والدواء طبعا بيبقى بسبب بقى ان هو بعد ما يتجوز يبقى فيه مشاكل ومفيش توافق وممكن طلاق، حياته تبقى تيه ما يبقاش اتش خالص. طب دكتور محمد اليك الميكروفون من نعيم على طول. احنا دايما بنقول حاجه للاباء والامهات او للجميع، ودي حاجه لا يدركها كثير من الناس، ان الزواج ليس هدف بقدر ما هو وسيله، هو ليس غايه. الحياه ليست مجرد تكاثر، والا فالحيوانات تستوي مع الانسان في هذا الامر. المساله ان الحياه لكي تكون اجمل زي المغناطيس، الموجب لا ينجذب للموجب، يتنافر. والسالب ينجذب للموجب، فيحصل نوع من الارتباط، هيبقوا جزء واحد في المستقبل. احنا دايما نقول فرقوا بين الوسيله والغايه. الزواج ليس غايه اطلاقا، ولكنه وسيله لحياه افضل، وسيله للحصول على الاستقرار والموده والرحمه، وسيله للابناء، وسيله للتكامل، وسيله للمحبه، وسيله لكل هذه الامور. فبالتالي لو استخدمنا الزواج على انه وسيله هناخد الامور بوعي شويه. فلو خدنا الزواج على انه هدف لازم مقيد بوقت معين، سن معين، لو زاد عن السن ده الاسره كلها تتوتر والبنت اولهم، ولو قل عن السن دوت نقول ممكن ومش ممكن، ويحصل نوع من التنافس خاصه في العائلات، ده بنت عمك تزوجت والمقارنات والحاجات دي. احنا بنقول للناس دوره الحياه الزوجيه بتمر باربع مراحل. اللي يفهم الاربع مراحل يعرف ازاي يدخلهم وازاي يحافظ على البقاء. الاولى مرحله بيسموها مرحله الانبهار. تخيل كده لو بنقول لكل الساده المشاهدين المتزوجين، اول مره شفت زوجتك فيها كان فين؟ حاله الانبهار. ده كان في العمل وكان كذا. لا ده واحد كان وسيط خير وتعرفنا فانبهرت بيه وانبهرت بيه. حاله الانبهار. واللي بعد كده مرحله بيسموها الانجذاب، لما انبهر وبعد كده الانجذاب، قربوا من بعض. اللي بعد كده بتتوج بالزواج اللي هي الارتباط. انبهار، انجذاب، ارتباط. بالظبط، قربوا من بعض، ارتبطوا، ده هو الزواج. وبعد كده بيحصل حاله من الفتور اللي هي مرحله بيسموها المقارنه. ايه المقارنه؟ هو انا اتسرعت، طب لو كنت خدت، طب هو افضل ولا فلان، طب هي افضل ولا فلانه. عشان الحياه تستمر في المرحله دي، لو وقفنا عند النقطه دي هتيجي مرحله خمسه، لا الانفصال لا قدر الله، والانفصال عايزينها. لكن عشان الحياه تستمر تاني ونخليها دوره مغلقه لازم نقول الانبهار كل شويه، يعني ممكن الانبهار يتكرر تاني. ارجع تاني على الاقل مرحله الانجذاب. يعني ايه؟ اي بيت واي اسره في العالم
فيها سلبيات وإيجابيات، فيها مشاكل وحلول، فيها حاجات جميلة وحاجات أحزان وأفراح داخلها. لما زوج وزوجة بيتخانقوا مع بعض مثلا، وبعدين كل واحد يبقى مزوج وشه تاني كده يومين ثلاثة، الطبيعي حد الناس يعني قصد يعني ما يجوش هم أساسا شكلهم بيبقى كده. فالمهم في مرحلة اللي سموها إلى مرحلة بالضبط الفطور، والمرحلة سموها المقارنة، بغلو في عملية المقارنة. وبعدين قاعد مع نفسه كده او قاعد مع نفسها وبتتصفح كده، فتحت الكومودينو كده لقت الالبوم الفرح والحاجات اللي زي كده، ايه اللي بيحصل؟ الذكريات بترجع، وطالما الذكريات رجعت في العقل الشعور بيجي، حتى لو شعور قديم. نعم يعني كده للساده المشاهدين، ممكن لو واحد متجوز بديله مثلا 20 سنه يعيد الموضوع ده من جديد. ده طبيعي لو ما رجعتش الموضوع كده، هتوصل لمرحله الفتور او الملل. الفتور والملل، وهنا في الفتور والملل هيزيد الصدام اكثر ما يزيد الوفاق. الحياه عباره عن مجموعه تروس، التروس دي عشان تستمر مع الزمن محتاجه زيت يلين التروس دي مع الوقت. نعم. الزيت اللي بيلين الحياه اللي هو التقبل، الموده والرحمه، ان دي بتشيل دي. موجود الزيت ده موجود، ان ده زيت داكن الموجود، هقول لحضرتك موجود اذا احنا حبينا، اذا الناس عايزه، هي هو موجود، العبوه موجوده. المهم مين اللي هيصب الزيت ومين اللي هيهمله، هي هي دي. وكلنا على فكره هقول لحضرتك حاجه عشان برضو لا نتحدث بمثاليه في الحلقه، كلنا احيانا بنهمله، كلنا احيانا بنهمله وكلنا احيانا بنصب. خد بالك حضرتك، المهم يخضع للعقل والمشاعر، لا يخضع للهوى المزاج. يعني في واحد ايه، انا مزاجي بقى خليها عند بابا وماما 6 شهور عند هي كده مزاجي. نعم. انا مزاجي بقى لا. نعم. هنا الحياه الزوجيه بقى على حافه الهويه عشان خاطر الهوى الشخصي، اللي ما ينفعش. نعم. الحياه الزوجيه محتاجه التليين المستمر لكي تستمر الحياه، والعمليه التروس دي تبقى في التدريب وتمشي مع الزمن. نعم نعم. طب نعيمه، عايزين نتكلم عن احلام البنات في مرحله مثلا خطوبه خلاص والمشاكل. يعني هي البنت بتبقى فاكره ان فتره الخطوبه بتبقى ظريفه وجميله وكده ويبقى الموضوع، ولكن بتحصل مشاكل كتيره للبنات. احكي لنا كده اي قصه حصلت لاي واحده في بنتك خطوبه بيحصل فيها مشاكل كتيره على عكس المتوقع. يعني البنت بتبقى احلامها ان يكون الموضوع يمشي زي ما بيقولوا كده زبادي في الخلاط، يعني بعد كده بيلاقوا اصطدام بالواقع. قولي لنا اي نموذج كده. هي كله بيبقى غالبا يعني فترة الخطوبة دي بتبقى جت، ممكن تكون بعد مرحلة الانجذاب اللي الدكتور كان بيقول عليها، فهي بقى فاهمة بقى ان اللي هي اتخطبت له ده هيجيب لها كل يوم هدية، وكل يوم يقعد يكلمها في التليفون بالساعات، وفي الفالنتاين يجيب لها ورد احمر وحاجات زي كده. وطبعا هو اللي بيبقى خاطبها بيبقى مشغول طبعا بالشقه والعفش وانه يكون نفسه، وقاعد بقى يحط القرش عليه. بابا العروس هاري. ويحاول على قد ما يقدر ان هو مثلا يجمع عشان يجيب الشقه وكده، وهي قاعده لا انا بقى عايزه مرحله الخطوبه دي ان انا بقى احب فيها بقى واعيش حياتي وكده. فدي غالبا بتبقى يعني من الصدمات اللي بتيجي وقت الخطوبه، اللي هي غالبا ساعات يعني مش كتير ممكن ينفصلوا في الخطوبه بسبب ان هو مش مهتم، ان هو مش بيكلمها، ان هو ما بيجيلهاش هدايا. دايما بسمع قصه اللي هو كتير. طب وبيحصل بقى موضوع كمان فسخ الخطوبه يا نعيمه، ده بيبقى تاثيره على البنات ايه؟ يعني البنت بقى تتعقد من الجواز، ولا تقول لك يا ريتني انا مش هتجوز، ولا بتدخل بيدي عندها مثلا اللي هي مثلا يعني اهلها ياذروها وتحاول تتخطب مره ثانيه، ولا احنا عايزين نعرف البنت ايه مشكلتها مثلا في المرحله دي؟ هي غالبا لما البنت بتبقى لسه ما كمل ما عدتش مثلا 23 24 سنه ويعني فسخت خطوبتها وكده، تبقى حاسه ان هي حاجه اقل، اللي هو يعني اتخطبت قبل كده، يعني غالبا قريبه من لقب مطلقه الى حد ما. مطلقه مع يعني بس احنا عندنا مشكله في المجتمع يعني المجتمع بيبقى هي طبعا بتبقى متضايقه ان هي بقى، وغالبا برضه باقي البنات دي عندها ان هو انت جربتي بختك بقى فاكريني على جنب شويه. في مننا احنا صح كده؟ يعني البنت ما بينها وبين صاحباتها بتبقى اصحابها مثلا بيبقوا يعني بيبقى في نوع من انواع اللي هو مثلا مش هقول شماته يعني ولا حاجه. لا انت اللي كنت بتغذينا من شويه اللي هو فبتبقى بصراحه حاجه مش كويسه، بس غالبا يعني في بنات بتحاول بتتغلب او بتعدي المرحله. غالبا بتقول يعني ان الله لا ياتي الا بالخير، فاكيد نعم. يعني عشان الخطوبه دي ما كملتش يبقى اكيد ربنا شايل حاجه احسن. تبدا بقى لو جه حاجه تبدا تقارن ما بينها وما بين اللي فات، ولا بت 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 يعني بتمشي الامور، ولا
غالبا ادم فسخت مرة وبعدين بتقبل بقى في اي الوضع كويس. طب محمد فسخت مره بتقبل معاك مش عايزين نحل البنات تفسخ عشان ترضى بالظروف دي، فعايزين البنت تبقى مؤهله من الاول ان هي في ايمان بالواقع وفي طبعا احنا الشباب والاولاد مش مثاليين للدرجه، يعني احنا بنتكلم في مجتمع مصر يعني مش مفيش مثاليه للدرجه يعني، وبعدين الظروف المحيطه مش موجوده يعني كل الاحلام البنات وبرضك الاولاد بيبقى عندهم احلام في البنات. فموضوع عدم التوافق وموضوع اللي بيحصل ده نعم هو في ازمتين في مساله الخطوبه وفسخها. الازمه الاولى هي ازمه الفعل والمفعول، كثير من الناس بيتالم لانه هو المتروك وليس التارك. يعني هي تشعر ما لو هي اللي تركته عادي جدا مبسوطه حتى بذاتها، واخد بال حضرتك؟ لو هي اللي متروكه تشعر بالالم والانكسار والجرح والحاجات اللي زي كده، وتبدا حتى معلش انا اسف يا دكتور محمد تبدا كمان هي تبدا تقنع، لو هي ذكيه تبدا تقنع نفسها ان هي اللي سابته وهو نفس الكلام بالضبط، او غالبا ده بيكون حديث العائله عن ان هي اللي سابته او ظهر بعض الحاجات حاجات زي كده. فهي مساله الفعل والمفعول، لو هي الفاعله ما تشعرش بالالم لا، ربما بعد كده تشعر بشيء من الندم او التسرع ربما او لا، لكن في جميع الحالات كونها هي الفاعله او صاحبه الخطوه الاولى في مساله الانفصال في المبادره دي بيكون بالنسبة لها أقل عمل. الحاجة الثانية وهي مسألة ما بعد الموضوع دوت، يا ترى نسبة الحصول على فرصة أخرى بشخص أكثر مثالية من الآخر، عملية المقارنة بتشتغل تلقائية. فكل ما حد يجي لها كان عندها نموذج قبل كده، تبدأ تقارن بالنموذج، طب هو أفضل من اللي فات اللي أنا سبته ولا لا؟ طب ما أنا سبت اللي فات عشان كذا، خلاص هقبل بيه عشان خاطر السن. طب هو كذا بس شكله أقل. بالظبط. فيبدأ يحصل نوع من المقارنة. وفي جميع الحالات لو تقدم بها العمر شويه مع ضغط من الاسره او غيره بتقبل بالاخر حتى لو السابق اكثر مثاليه. نعم. واخد بال حضرتك؟ فبالتالي بتقبل، فلما تقبل هنا على المضض اعطت نفسها عقابين، عقاب الحفره على اللي فات وعقاب التجرع مراره الحالي. واخد بال حضرتك ازاي؟ نعم. مساله التسرع، والتسرع ده في الواقع بينتج من حاجه ان العاطفه تسبق العقل. ده عند الراجل والست ولا الراجل والست ايهما؟ نعم. ايهم يتخذ قرار على اساس عاطفي غالبا ما بيكونش القرار صحيح او مش متزن بالقرار. نعم. لو اتخذه على اساس العقل مع اخذ الاعتبار في العاطفه نعم غالبا بيكون الندم اقل. او البكاء على الماضي بيكون اقل بنسبه وبطريقه اخرى. نعم. وفي كل الحالات بنرتبط بقاعده، قاعده كبيره قوي الناس تعبانه بسببها، ان حاجتين في الواقع، الاولى أن أتعس الناس في الحياة هو من له جروح أليمة وذاكرة قوية. جراح كتير وذاكرة قوية ما بتنساش أي شيء. نعم. بيتألم أكتر فأبقى أتعس واحد بتبدأ تكون أفعاله نتيجة رد الفعل من الحياة. بيعيش حياة بتسمى ردود الأفعال. ويبقى معقد الفعل مش للدرجة دي، بس الفعل بيكون 10% وكل حياته قايمة على 90% ردود الفعل ال 10%. ف 90% رد فعل و 10% بس هو الفعل. دي الحاجة الأولى، أن أتعس إنسان في الحياة من له ماضي وجراح أليمة وذاكرة قوية، خطب مرتين ثلاثة وأخفق، إيه المشكلة؟ اتخطبت مرتين ثلاثة وبعدين ما حصلش نصيب، النصيب قدر عادي جدا، ممكن يجي أفضل وممكن لأ. في جميع الحالات بيلزمنا اللي هو الجزء الثاني، عملية التقبل والرضا. في حاجة الناس مش قادرة تستوعبها شوية، إن واحد يقول لك أنا هبقى سعيد لما أتزوج، صدقني لو أنت مش مستقر اليوم أو مش راضي عن نفسك اليوم، لو تزوجت كل يوم مش هتحصل على اللي انت عايزه. الامانه ليس بالتمني، اساس الرضا هو التقبل، انت متقبل نفسك، متقبله شكلك، متقبله يعني تفاصيل وجهك، طولك، متقبله كل شيء في نفسك. وبعد ذلك هتقدري تتقبلي الاخر. الشخص اللي مش قادر يتقبل نفسه غالبا ما بيحصلش على الرضا بسهوله، ولما بيحصل ما بيكونش رضا، بيكون كظم للغير. هو جاي على نفسه، هي بص الفتوى اثر الرد، انا هعمل ايه؟ اخد بال حضرتك؟ يلا بقى فبتكلم بطريقه اللي زي كده. احنا دايما نقول للناس اللي ترضى، في حديث جميل قوي يقول لك من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. هي ترضى يا تسخط، مالهاش حل اخر. فكثير من الناس يعني الاحصائيات بتقول ان 70% من الناس لو رجع بيهم الزمن لن يختاروا زوجتهم او لن تختار ازواجها. 70% من الناس اللي بيقولوا 70% لما تيجي تساله على جنب طبعا وتقول له لو رجع بيك الزمن، لو رجع بيك الزمن تختار نفس
اقول لك والله لا كنت احسب الموضوع بنظرة اخرى. طب وفي ناس بتبقى يعني معلش خلينا نتكلم بصراحه بقى عشان احنا عايزين نتكلم بصراحه. اتفضل. لو ال 70% دول اللي بيقولوا اللي هم مش موافقين على الموضوع ده، يعني في ناس فيهم طبعا بتحاول تتجمل عشان يعني الحياه تمشي وكده، ويقولوا لا ده احنا صراحه انا غصبت في الاختيار وكان الاختيار موفق. هل موضوع اللي هو يعني اللي هو بيقول او بيقنع نفسه بحاجه جواه، هل ده على المدى البعيد بينفع؟ على المدى البعيد ينفع لو هو بيتقبل، لو نعم. هو بيرضى. نعم. على المدى البعيد هينفع، بيقنع نفسه بشيء هيقتنع به. هيقتنع به صدقني. نعم. لو هو حاسس برضا داخلي حتى لو آلام حواليه هيستسرها مع الوقت. زي بالظبط كده أول ما شخص لا قدر الله يبقى عنده مرض مزمن. فيها متأزم جدا أول ما عرف من الطبيب، بعد كده بيتواكب مع الوقت. خلاص عارف إن عنده جرعة من الدواء كل يوم بطريقة معينة، الحياة ماشية ومستقرة وتتبنى على هذا الأساس. نفس الشيء في الحياة الزوجية. لو احنا عنده بعض الالام او بعض الجروح او غيره بس تقبلها وحاول يصلحها بطريقه لطيفه مع الوقت. نعم. في مشكله بتظهر في كثير من الازواج او الزوجات او المخطوبين او العكس، يعني اللي هي شخصيه ان ادمج الاخر في شخصيتي، يعيش بطريقتي. نعم. ياكل بطريقتي، يتكلم بطريقتي. انت ايه رايك في الكلام ده؟ ده حركه بقى. يعني غالبا كل الرجاله بتبقى عايزه تتجوز ست تبقى تابعه ليهم، يعني ما يكونش يقتلها هو شخصيتها وهي لازم تسمعي كلامي لازم مش عارف. والبنت بتبقى عايزه ايه؟ البنت لا طبعا البنت عايزه حياتها. بالظبط كده. كل البنات عايزه مشاركه، عايزه يدخل معايا المطبخ، ما فيهاش حاجه ابقى يعني يعمل ملوخيه وكده بقى. ما فيهاش حاجه على فكره. ما هو ايه كل حاجه عشان كده بنقول لكن هو دايما بيبقى ده هو عايز رئيس السيد اللي هو بقى. انت شايفه ان الناس في مصر هنا يا نعيمه مفيش اي تعاون ما بين بعد الحياه الزوجيه، مفيش اي تعاون بيبقى ما بين الزوج والزوجه والكلام. يعني ناس بسيطه جدا، يعني غالبا الراجل بيبص على الحته دي ان هي تقلل منه او ان هو لا ما ينفعش الراجل ازاي يعمل ملوخيه وهو اللي بره البيت وهي اللي جوه البيت وبيقعد يقسمه كده. طبعا هم مش فاهمين يعني مثلا لو مراته مثلا قالت له خد توم فصصت توم مثلا يزعل جدا ويستاهل بقى انت ازاي تطلبي حاجه زي كده، مع ان يعني هما مش متخيلين قد ايه ان هو لو ساعدها او عملها يعني ده بقى بالنسبه لها حاجه جامده جدا بقى ان هو عمل معاها الموضوع. بس لا المره دي يفصص ثوم مره ثانيه من ملوخيه مره كلها مره واحده بقى. طب فيها ايه يعني؟ صح؟ لا احنا بنتكلم بنتناقش، عايزك تقولي لي وممكن يكون كلامك ده علاج لمشكله مثلا ازواج مثلا بيقعوا فيها يسمعوا الكلام ده ناس كثيره، صح كده؟ الله يبارك. نتمنى يعني نتمنى قلنا كده بس بالتمني. هقول حلو معلش نتكلم في موضوع الملوخيه والتوم. صحيح. جميل المشاركه. الاصل في الحياه الزوجيه هي المشاركه. وخير البشر كان في صنعه اهله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يساعد الصلاة. هو قاعد كان بيعملوا حاجه وكان يخيط ثيابه ويخسف نعله وكل الحاجات دي مش عيب ولا تقلل اطلاقا من قيمه الرجل. وبتخلي الست تبقى راضيه عن الراجل بالضبط، والراجل بيبقى حاسس ان هو بيشارك. لا سيما في الحياه الحديثه لو الست بتعمل وهو بيعمل. ست بتدرس مثلا او بتكمل دراسه وبعدين هو بيشتغل وظيفه او وظيفتين او لازم نشيل بعض شويه. نعم. فالحياه الحديثه كمان فرضت مساله المشاركه، ما عادتش اختيار بقدر ما هي اصبحت ضروره حتميه دلوقتي، سواء بيشارك بفلوس او بيشارك بتربيه الملوكيه عادي ممكن مش عيب، ممكن يشارك في اي شيء، ينظف البيت يساعد او غيره، ده شيء وارد وده شيء بالعكس ده شيء بيترجم للزوجه بدلاله جميله جدا. نعم نعم. لان دايما بيخلي فتره الفطور ما تجيش او تكون في اكثر الاحيان، هي بتيجي في كل الحالات. نعم. هي دوره طبيعيه بتمر، يعني اي بيت في العالم مر مرحله فطور وبيمر بيها، بس بتعدي على حسب المده بقى بتمر. طب انا معلش في واحد عايش على طول يعني اسبوع، في واحد في ناس بتيجي بعد الجواز بقد ايه بقى؟ ما خلينا نتكلم كده. عايزين ندي مواعيد متوسط طبقا. لا هقول لحضرتك، هي مش مساله زمن. يعني مش مساله هي مساله اقرب حاجه حصلت في حياتك تقلب الطرفين الاثنين مدى تجديدهم للدورة دي اخبارها ايه الاثنين مع بعض، مدى التفاهم، مدى المودة والرحمة، مدى التقبل، مدى الحاجات اللي زي كده بتخليها اطول مدة ممكنة عشان تيجي. طب نعيمة معلش هاخد من كلام الدكتور محمد وهسألك، يعني ولد وبنت مخطوبين، هل فترة اللي هو الفطور دي اللي هو قال عليها الدكتور اللي هو ممكن البنت تفكر مرة تاني في ان هو خطيبها ده، يعني هي كانت بتتطلع حتى لو كانت مبسوطه بيه في الاول ولكن المرحله طبعا بتمر او المراحل اللي قال عليها الدكتور بتمر،
هل بتيجي البنت بيحصل عندها فطور بتقول لا ده انا كنت عايز اتخطب لواحد تاني؟ بتيجي هي اكيد بتيجي، لان غالبا احنا عندنا في البيت المصري الطبيعي دايما اي حلم البنت عايزاه، طب لما تتجوزي، طب لما تتجوزي، مش عارفه عايزه ايه، طب لما تتجوزي. فلما تلاقي بقى واحد هيعملها كل اللي هي عايزاه فهي تقبل، مش مهم يعني ما بصيتش هو شكله عامل ازاي او مناسبه قد ايه، بس هي اخذته عشان هو ده اللي هيحقق لها احلامها اللي هي كانت عايزاها. نعم. ففي الاول بقى يبتدي مثلا يجيب لها ايفات ولا مش عارفه ايه ويخرجها ويديها فلوس وحاجات زي كده، فبتبتدي طبعا مبهوره بيه. بعدين بقى بعد شويه تلاقيه يعني ابتدى يقل اللي هو الحاجه اللي هي وافقت عليه عشانها، غالبا اللي هو خلاص هي عملت الحاجات اللي هي عايزاها فهي خلاص بقت كده بتبتدي بقى تفكر مثلا شكله هو ده اللي هو كانت عايزاه، فتبتدي بقى اللي هو ايه اللي انا عملته في نفسي بقى. تبدا بقى تفكر ازاي البنت في المرحله دي، تبتدي بقى تشوف اتقيس بقى على زمايلها مثلا، تلاقي مثلا واحده خطيبها بيهتم بيها اكتر، طب ايه ده، طب مش نافع، طب تقيس هو اصلا شكله عامل ازاي، خطيب زميلتها شكله احلى، تبدا بقى تتضايق، هي مثلا المقارنه المقارنه ده من غير ما تكون كانت مخطوبه وبتخطب الثاني، ده هي بتقارن ما بينها وبين زميلتها. مثلا تيجي تخرج يقول لها لا ما تخرجيش، تيجي مثلا تكتشف في حاجات ما كانتش واخده بالها منها، فتبتدي تتصدم، تبتدي لا انا ما كان انا اخترت غلط، تبتدي بقى تقعد مع نفسها شويه. ايوه، بعد ما تقعد مع نفسها شويه تقعد بقى تشوف اذا كان ينفع تتقفل له بقى نعيمه ولا ايه. تقعد بقى تشوف، هتشوف بقى في الاول اذا كانت الحاجات اللي فيه الوحشه دي هتقدر هي تتقبلها او لا انا مش هينفع، فهقعد بقى استهبل وكده. ده كلام جميل جدا. طب دكتور محمد، في اقل من دقيقه عشان وقت برنامجنا للاسف اوشك على الانتهاء، ردا على الخطوبه والعدم يعني شاف الطرفين مش راضيين عن بعض، وليكن البنت بقت او الاسباب اللي وافقت عليها حققتها في اثناء مرحله الخطوبه، ما استنيش طبعا الجواز طبعا واشترى لها كل حاجه، والغرض اللي هو وافقت عليه خلص، ابتدت تتطلع لحاجات ثانيه هي ما كانتش واخده بالها منها. ايه اللي ممكن يحصل؟ كل انسان في العالم يقارن تلقائيا بيضع نفسه في الكفه الاقل. نعم، تلقائيا. يعني لو انا قارنت خطيبتي بخطيبة الاخر تلقائيا هرجح الاخر، مش هنتصر لنفسي. نعم، زي زمان كده لما يقول لك انت تعالى واحنا صغيرين جبت كام، يقول له 9 من 10، ومين الاول على الفصل، يقول له فلان جاب 10 من 10. طب هو بياكل اكتر منك؟ طب هو عمليه المقارنه. فيبدا ايه اللي يحصل؟ انسان يعني معنى كده ان هو افضل، يبقى انا اقل. فتلقائيا الانسان الذي يوضع في مساله مقارنه بيضع نفسه تلقائيا في الكفه الاقل. حماما نيجي نقول لك لو رجعنا لمساله الرضا ورضينا باللي ربنا قسمه لينا، هنشعر بلون جديد للحياه، هيتجدد مع الوقت. وده على فكره شعار القناه بتاعتنا صحه وجمال، لون جديد للحياه. انا معلش وقتنا خلص، وبشكر في نهايه الحلقه الدكتور محمد السيد خبير التنميه البشريه وتطوير الذات، شكرا ليك يا دكتور، ونورتنا، وان شاء الله يكون لينا حلقات تانية كتير نناقش فيها، احنا لسه ما خلصناش حاجة يعني لسه بنبدا كلام. وبشكر ضيفتنا النهاردة نعيمة، وهي كانت عبارة عن نموذج صراحة الاثنين، وافدتنا بحاجات كتيرة البنات بتمر بيها، شكرا ليك يا نعيمة. أعزائي المشاهدين، في برنامجنا هموم الفتيات كل مرة بنشوف هم أو مشكلة وبنقعد نناقشه ونحاول نجيب حل. مش هطول عليكم، ان شاء الله باذن الله انتظرونا كل يوم 4 الساعة 8. كنت معاكم مصطفى الملواني، دمتم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.